العشرات من أصحاب شركات السفر والسياحة في كربلاء المقدسة ينظمون وقفة احتجاجية مطالبين من خلية الأزمة والمعنيين بالسماح لدخول زوار العرب والأجانب إلى البلاد، مستغربين من دخول الزائرين العراقيين وتنقلهم بين المحافظات وزيارة العتبات المقدسة وعدم السماح لزوار العرب والأجانب من الدخول. احنا شركات السياحة والسفر في كربلاء المقدسة وشركات النقل الدولي والنقل العام نطالب الحكومة بأن تنظر تلتفت لنا نظرة عفوية، يعني عساوة لعل انه يرحم بحالنا، لان احنا تضررنا اول المتضررين واخر المستفيدين من بداية جائحة كورونا الى هذه اللحظة. لا اكو منفذ بري يشتغل، لا اكو مثلا وفود دينية تدخل لنا، احنا عملنا متعلق بالشركات السياحية، احنا شركات نقل دولي، فيجي الوفد عن طريق الشركة السياحية يصعد ويانا بسيارتنا، وهي سياراتنا واقفة ماكلها التراب وكل فايدة ماكو، وضافوا علينا النوب الرسوم مال الضريبة والرسوم التجديد لجائز الشركات. خروجنا احنا اليوم على مود اطفاء الرسوم والضرائب لهيئه السياحه ومسجل الشركات وهيئه الضرائب العامه. دين توقف العمل مالتنا وصرحنا موظفينا، يعني اقل شركه بيها 8 موظفين، زين هذه 8 موظفين كل موظف كم عائله يعيل؟ هذا الان من صار له سنه ونص قاعد، من راح تلتف عليه اي جهه ثانيه؟ ها؟ يعني تحرف لو ما ينحرف. دعم من الدولة للشركات ماكو، فلسطين اللي هي ما عندها ميزانية، وميزانية العراق زين 120 تريليون، ما تقدر تخصص لنا تخصيصات ودعم للشركات هذه السياحية الواقفة اللي صار لها سنتين. فلسطين ما عندها ميزانية، أطفأت الضرائب ونصف الإيجارات والموظفين تعطيهم رواتبهم ولحد هذه اللحظة. فاحنا هاي مطالباتنا، فتح الحدود واستقدام الزائرين. فلنرجو انه هذه اليوم وقفه احتجاج، بعدها راح تكون وقفه اعتصام امام المؤسسات الحكوميه وامام الجهات المعنيه. مطالباتنا انه دعم القطاع للنقل وقطاع السياحه بالعراق واستئناف العمل ودخول الوفود، فتح الحدود. نعم.